يا إله يا إله. ومن أعجب ما حدث في معاد أمر سبق أن حدث مرارا في الصوفانية بدمشق. كان الناس يطالبون بالزيت وبالقطن المشبع من الزيت. يا إله يا عظم أحلاك بهالبيت. وكان الزيت قد نفد والقطن قد نفد. فلجأ طوني وميرنا إلى وضع قطن جاف في علبة مرتين متتاليتين، صليا معا ثم رفعا الغطاء وإذا بالزيت يملأ القطن. ومن أعجب ما حدث في معاد أمر سبق أن حدث مرارا في الصوفانية بدمشق. كان الناس يطالبون بالزيت وبالقطن المشبع من الزيت. وكان الزيت صليا معا ثم رفعا الغطاء وإذا بالزيت يملأ القطن. اجى الملاك حط لك زيت هون، بتحبيهم كثير، هودي اللي بتتباركي فيهم، بيطلعوا من ايديك بتباركي الناس. شو هالسر؟